بناء على توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب، بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب الشروع في الأعمال التحضيرية واللوجستية لإطلاق النسخة الثانية من جلسة المحاكاة برلمان الشباب، والمقرر انعقاده في 11 من شهر نوفمبر الجاري. وسيتضمن البرنامج محاكاة لاجتماعات اللجان والتدريب العملي على حضور الاجتماعات وجلسة المجلس. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيسة مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب. طبعا مع انطلاق النسخة الثانية من جلسة محاكاة برلمان الشباب، ما هو دور أهداف أو ما هو دور هذه المحاكاة وهذا البرلمان وأهداف البرلمان برلمان الشباب؟ شكرا لكم على هذه الفرصة. أعتقد أن هي النسخة الثانية كما تفضلتي من جلسات المحاكاة لبرلمان الشباب، والتي سوف تعقد برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينة. وطبعا سيحضرها ممثلي الحكومة من وزارات الدولة المعنية بالمواضيع ذات الاهتمام وذات النقاش، يعني محل النقاش، والتي سيحددها طبعا مشاركين من فئة الشباب أنفسهم، وسيتم النقاش وفق دستور مملكة البحرين وأيضا وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب. طبعا هناك أهداف كثيرة يعني احنا يعني نتوخاها من هذه النسخة يعني من المحاكاة، وأعتقد أحد أهم هذه الأهداف هو إدماج الشباب البحريني ضمن العمل التشريعي والرقابي، وأيضا الوقوف على احتياجاتهم كشباب وفئة مهمة في المجتمع، وأمالهم وتطلعاتهم وأيضا طموحاتهم في يعني طرح آرائهم بحرية وديمقراطية. وأيضا هناك جانب آخر نهتم فيه جدا، وهو توعية الشباب البحريني وإعدادهم لخوض التجارب الديمقراطية بالمستقبل، وإبراز إمكانيات وقدراتهم. طبعا يعني هم شباب ولديهم طاقات كبيرة ويحتاجون إلى يعني فرصة أو فرص لإثبات هذه القدرات والإمكانيات، وكذلك يعني بالإمكان من خلال هذه المناقشات وهذه التجربة أن يتبنى أصحاب سعادة النواب بعض هذه الموضوعات التي ربما تطرح للمناقشة ونجد فيها أهمية كبيرة، وبالتالي نخدم فيها البلد، وبذلك نكون كما يقال ضربنا عصفورين بحجر، نستفيد وفي نفس الوقت نفيد الشباب من خلال إدماجهم في هذه التجربة المهمة. وهي تجربة بالفعل طلعنا في بداياتها الأولى، وكانت من أروع التجارب التي شارك فيها الشباب بكل طلاقة وطلاق، وأيضا شاركوا أيضا بروح وثابة محاولين التعلم من هذه التجربة، وأعتقد الاستمرار فيها مهم جدا، ونتمنى أن تستمر هذه التجارب إن شاء الله. نعم سعادة السيد عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.